وجبة الإفطار من أكثر الوجبات مهم تناولها خلال يومنا، ليش؟ لأنها هي بتيجي من بعد فترة صيام طويلة. الآن إحنا في فترة المدرسة، فأكيد أكيد رح يكون في تنظيم كثير كبير ليومنا. مثلا النوم رح يكون كثير بكير، يعني من الساعة 9 الساعة 10 بكثير، الساعة 11 رح يكون في نوم. بعديها حد ما نيجي نصحى الصبح مثلا ممكن على الساعة 6 6 ونص، لأنه بدهم يطلعوا وقت الطلاب بشكل كثير بكير على المدرسة. فبالتالي تقريبا في عندنا حوالي 8 ساعات صيام، فضروري انه احنا نكسر صيامنا. لانه اذا مثلا 8 ساعات نوم مثلا بعديها رحنا على المدرسه، في عندنا حوالي 3 ساعات، فهيك بتطلع علينا فتره كثير طويله بدون اكل، فهذا الحكي ما بصير. الصبح ضروري يكون في عندنا وجبه افطار، لو اشي خفيف زي مثلا حبه فواكه، فهاي مفيد كثير لانه بتعطينا شويه طاقه نعدي فيها مثلا اول 3 حصص، بعد اول 3 حصص من الدوام. بعديها في عندنا مثلا وجبة الفرصة، مثلا هون ممكن اخذ فيها زي سندويشة، يعني اذا انا ما افطرت الصبح مثلا ما كنت كثير حاب افطر، او اخذت لي شوية حبة فواكه مع مثلا فرصتي اني اخذ فيها سندويشة، هون بتعطيني طاقة لبعد ال3 حصص الباقيين. فبالتالي ما بزبط انه احنا مثلا 8 ساعات الصيام اللي هي فترة النوم بعديها ما نفطر لحد ما تيجي الفرصة، يكون حتى عبارة بس عن شيبس وبسكوت، بعديها ما في عندنا أي نوع وجبة إفطار أو أي نوع وجبة يعطينا طاقة داخل الجسم. فهذا الحكي شو بينتج عنه؟ إذا مثلا ما عندنا إفطار نهائيا رح ينتج عنه خمول، كسل، عدم تركيز، خاصة للطالب ما رح يكون في تركيز نهائيا. فبالتالي لازم يكون في عندنا وجبة خفيفة على الأقل قبل ما يطلع الطالب على المدرسة، واثناء الفرصه يكون في وجبه نوعا ما تعطي طاقه كلها عناصر غذائيه، زي مثلا الخبز ممكن، هي تعتبر مصدر النشويات بتعطي طاقه لاطول فتره ممكنه، زي مثلا يكون مع الخبز مثلا لبنه، هي فيها بروتين بتساعد على النمو وعلى التركيز، زي مثلا مجموعه من الخضار تكون معه بالشنطه حتى انه تساعده على تعطيه فيتامينات ومعادن. وبالنسبه للشبس للبسكوت بامكانه يتناول، لكن ما تكون اكثر وجبه يتناولها او كميات كثير كبيره يتناولها، حتى ما تعطيه مثلا عناصر غذائيه اقل، فبالتالي اقل تركيز.